ميكرو انفاس بضواحي دار بوعزه بالضبط من مدينه الرحمه، جينا نشوفوا عمليه تلقيح كيفاش كتنظم، واش بنظام ولا بعشوائيه، وسولنا الاباء والامهات ديال التلاميذ والتلميذات. الا بغيتوا تعرفوا الاجابه خليكم معنا بكل تواضع. السلام عليكم. عليكم السلام. الشكاية شريفة بكل تواضع. سيمانة وأنا سنجي، مشيت لولاد أحمد، جاية من ولاد أحمد، جيت ديك السيمانة قالوا لي سيري المشروع، جيت المشروع ردوني قالوا لي سيري عند المدير، المدير عاد جا اليوم عاد سينا لي عاد جيت أنت شوف الصف، شوف الصف. سيمانة وباقا ما تلقحتي. ما تلقحتش. شكون اللي جيب باغي يتلقح؟ واش ولدك ولا بنتي؟ لا بنتي، جايبة بنتي 12 عام، خصها تلقح، 12 عام جايبها سيمانة. جيتي اليوم مع جيتي الساعة؟ جيت اليوم عند المدير مع العشرة، العشرة عاد جا المدير، جيت من قبيلة، جيت شي ساعة دابا، وأنا الشمش ومريضة وعندي الطونسيو، وأنا الشمش تقتل فيا، والله الدواء الطونسيو مازال ما شربته. شي ميساج ليهم؟ شي ميساج ليهم، فين هما هاد المسؤولين؟ كل مدرسة تجلب في مدرستها، ماشي المدرسة وحدة تجلب، مدرسة في المشروع، كاينة عام مدرسة، أي مدرسة تجلب، أي سبيطار، مشينا للسبيطار ديال ولاد أحمد، قالوا لينا سيرو المدرسة، حنا ما عندناش هاد الإعلاميات كاع، ما عندناش باش غادي نجلبوه، علاش ما كاين سبيطار؟ علاش السبيطار داير لنا؟ سيدنا الله ينصرو داير لينا السبيطار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف كتشوف هاد عملية التلقيح حنا بمدينة الرحمة؟ عملية التلقيح بمدينة الرحمة غير منظمة وغير مؤهلة، لسبب السبيطار هو كاين الله ينصر سيدنا دار السبيطار، ولورمامو السبيطار باش يمشيو يلحقوا به، جايبين يلقحوا الناس في مدرسة وحدة كتشدها التراب ديال الرحمه كامل. انت جيب ولدك ولا بنتك اللي تلقح؟ بنتي، جيب بنتي تلقح. وعندنا مشكل، اولا عندنا اكتضاد في المدارس، كاين 50 تلميذ في كل قسم. بكل تواضع. في كل قسم، في جميع الثانويات 50 تلميذ في كل قسم، وهذا راه لا يعقل بان 50 تلميذ غتقرا في قسم واحد. ومخلطه ذكور واناث. شي ميساج اليوم من هذا المنبر؟ ميساج من هذا المنبر، كنوصل الميساج لصاحب الجلاله الله ينصرو يشوف لنا حل في هذه المنطقه ديال الرحمه، راه مهمشه. بكل تواضع. مهمشة 100% ماشي حتى 50%، ولهذا كنا سيدنا الله ينصرو باش يبلغ المسؤولين باش يجيو يقوموا بالعمل ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي دايره الشريفة؟ بخير الحمد لله. بكل تواضع. الحمد لله. اللهم كي كتشوفي هاد عملية التلقيح حنا في مدينة الرحمة؟ واخويا اش غنقول لك؟ ها كيبان لك كل شيء، راه ما كاينش تنظيم، ما كاينش بزاف د الحوايج، كاينه هاد مدرسه وحده اللي شاده الرحمه كامله بزاف. هي اللي كيتلقحوا فيها؟ الدراري الصغار كلشي، الدراري الصغار وكبار كلشي هنايا، نورمالمون كون داروا حتى السبيطار للدراري الصغار، علاش ما يديرش لهم السبيطار؟ وجبتي دابا وليداتك، ولدك ولا بنتك؟ بنيه تلقحات ولا باقي؟ باقي كنتسنى فيها. باقا ما جاتش النوبه ديالها؟ لا باقي. ومنين جيتي؟ من ساعه؟ سعود. من تسعود؟ سعود ما شحال الساعه دابا؟ دابا 12 وباقا ما تلقحتيش. باقا بنيتي باقا لداخل. بكل تواضع. شي ميساج ليهم؟ ميساج ليهم خاصهم يجيو يشوفوا السلطات، تجي تشوف هذا الشيء اللي واقع هنايا، راه بزاف. الكاميرا تدور لهم التعليق، راه بزاف. انا التعليق بكل تواضع. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي كتشوف اخويا عملية التلقيح حنا بمدينه الرحمه؟ ما كاين والو خويا، ما دايرين لنا حتى شي حاجه، ما كاين لا نوبه لا تنظام لا حتى حاجه، ما كاين حتى شي مسؤول اللي غادي نهضروا معاه. حنا كاع حنا ها وليداتنا، انت كتشوف الوليدات، حنا عندنا خدمه، عندنا مسؤوليه، عندنا كيقول لك سير سير. احنا دابا مع جيتي بكل تواضع الصباح معاش تقريبا 8 وحنا هنا، من 8 وباقي ما تلقح، ما كاين حتى حاجه والو، انت كتشوف دابا شكون اللي يجيب الوليد ولا البنيه؟ جيب بنتي، ها هي كاين باقا ما لقحاتش من 8 الصباح، ما لقحاتش من 8 الصباح، وحنا عندنا خدمه، وها العيالات، ها الناس، ها الوليدات الصغار كاملين ندور لهم، كاملين يشوفوا، راه ماشي انا اللي كن وما شي ميساج، شي ميساج من شي ميساج كان احنا هاد الشيء كنوجهوه للناس اللي هما مسؤولين، اللي هما عندهم ولاد وكيحسوا بينا وكيحسوا بهاد الوليدات الصغار، يعني اللي باغيين يقراوا واللي باغيين، راه ما كاين والو، راه حسبي الله ونعم الوكيل، هادشي اللي غنقوله والله، حسبي الله ونعم الوكيل.